عز إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي. نحن في قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. فحديثنا عن الساعة ومتى تأتي الساعة، وهل نحن من أهل الساعة أو الساعة بعيدة عنا. الساعة، المقصود من الساعة، هل الساعة المقصود ملوقة بالجدار التي تضبط لنا الأوقات وتمكننا من حرص الأوقات لنعلم أوقات الصلاة، هل المقصود من الساعة هذه، أو المقصود من الساعة الإنسان بمر كل يوم بأربعة وعشرين ساعة؟ امبارح نمت بعد صلاة العشاء، كان عمري 128 يوم، اليوم صاروا 29، كانوا 30 صاروا 31. الساعة التي تشعرك بأنك تذهب بك وأنت جالس ولا تدري. في حدا بكون عم يشعر بين امبارح واليوم راح من عمره ساعة؟ في حدا عنده شعور راح من عمرك ساعة؟ لا 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 تغلط شيخي، من امبارح لليوم راح من عمري أنا 24 ساعة. هل المقصود من الساعة هذه الساعة، أو المقصود الإنسان يعيش بين ساعات وينطلق بين ساعات إلى الدار الآخرة؟ الساعات التي تمر عليك بالحياة اليوم كله ساعة، عم يمر اليوم ما عم نشعر متى بدأ ومتى انتهى. نحن في الساعة لا ندري متى الساعة. الساعة الوقت. في حدا منكم بيعرف حاله إمتى بده يضحك وإمتى بده يبكي؟ أنت في هذه الحياة معرض يوم تضحك ويوم تبكي، ساعة بتضحك وساعة بتبكي. بتكون عم تضحك بيجي خبر ببكيك بنفس اللحظات. الساعة المقصود منها الوقت الذي هو نصف دقيقة، هذه ساعة. والأربعة وعشرين ساعة ساعة، وعمرك كله ساعة.
من وافدتك امك لو بتموت ساعة، والساعة التي تسرك ساعة، والساعة التي تزعجك ساعة. الانزعاج ساعة ولا أكثر، والسرور ساعة وأكثر ساعة. وهنا يقصد بالساعة اللحظة، وقصد سبحانه وتعالى بالساعة في الدار الآخرة، يعني آخر ساعة تمر عليك في هذه الحياة. غلغون جوبوني دكتور، هاي ساعة الأخيرة. لغكم ما عليك نتحرك، دغكم أنقذوني. كانوا أربع خمس مشايخ من إخواننا، برات البلد رايحين رحلة، ناموا سوا كلهم الشباب مشايخ، ناموا بالسهرة. واحد يعني زلت لسان حكى كلمة ما له قدها، فبالمقابل باو على صلاة الصبح، قوم لك مالي حاتم، شو مالك حاتم؟ قوم لعن الصلاة، مالي حاتم، لك شدوني احملوني. حملوا أبوه، وإذ نمنا سوا فعنا سوا، أخونا بالله فإيده ورجله وحنكه وعينه، شو صار لك في الليل؟ قال والله ما بعرف شو صار لي. نخلق على الدكتور، قال لا 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 اتركوني، خليني يصلي الصبح. صلى الصبح وجلس بخلوة وحده، لا حدا يفوت عندي اتركوني، والكلام ما مفهوم. تركوه ساعتين ثلاث ساعات، فتح الباب وطلع. شو؟ قال انا ما في. نام ما في شيء، فشلل شقي، نام شلل شقي فما في شيء. شو اللي صار؟ قال هو اعترف بنفسه انه اخطا، مقابل الخطيئه تبعه اعترف بفضل الله وكرم الله، وخطيئته بين يدي الله، فرد الله عليه الحركه. يعني إذا نحن نعيش بين ساعة وساعة، ساعة لك وساعة عليك، بكن حذرا ولا تتوانى باللحظات بقدر غفلة العبد عن الله سبحانه وتعالى بقدر ما تأتيه الساعة، بقدر مجيئك
بقدر ما تأتيك الساعة. الساعة موجودة في كل آن ولا تغيب، ولكنك أنت في الساعة أين؟ الساعة بعد قديش بتصير الساعة تبعي أنا؟ قاعد ما ناقصني شيء. الساعة ما عاد إلها لزوم. إمتى أنا بشعر بالساعة؟ لما بقلكم دخل كون ما عاد ياخذ نفس، لأن نفسي ما طلع. تعالوا شوفوا شو صار لي. هي ساعة ستأتي أو لا تأتي ما بعرف. شو رأيكم تأتي هذه الساعة؟ والله ممكن أن تأتيك هذه الساعة وتنادي ولا يجيبك أحد، ويمكن أن تأتيك بدون رفع الصوت اتحاكي بسرك تقول يا ربي أنا معترف بذنبي بين يديك، يحل لك ساعة ما كانك ما بشي. في ناس بمرض أيام، بعد المرضى أيام الطبيب يقف في حيرة، شيء ملموس ما بيشوف، لكن زي ما بيش نتحرك. يصف يقف الطبيب مكتوب في الأيدي، لكن حتى ما يقولوا إنه ما إجا الطبيب ما اشتغل بيكتب حب مقوي حب منشط حب. لكن لو سألنا الطبيب في قرار الجنس يقول والله ما فهم شيء، المريض حيرني عم يشكو صدري يا صدري ما في شيء، يشكو قلبي يا قلبي ما في شيء. عم يشكي ظهره ظهره ما في شيء. من هذا صورة مرنان ما في شيء. كيف يشكو والطبيب يقول ما في شيء؟ مر معكم. الشكوى ثلاثة أنواع: مرض ظاهر واقعي، ومرض يغيب تارة ويعود أخرى، ومرض مؤلم وليس هو بمرض. إذا إنسان إيده ورده عم يجرون جر، هذا مرض، لكن هو لا يشكو بألم، ما عنده خبر شو صار، هذا مرض وليس هو بمرض، ما بيشكي شيء. مرات بمر على الإنسان وجع راس، حاسس راسي هيك رهيب، داخل كون بروح لعند الطبيب، أنا شايف راسي هيك رهيب، بفحصه بقوله والله بدك طبيب مختص أنف وأذن وحنجرة، وهذا بيعرف شو بالراس، أو طبيب أعصاب جراحة أعصاب لا يعرف شو في بالراس هو. بيجوا اثنين تخطيط وتحليل وتصوير ما في شيء. يا جماعة ما حدا حاسس فيي أنا بتألم ما في شيء. مرات بيكون في شيء ما له حاسس، مرات بيكون ما في شيء وحاسس. المرض وين العلاج تبعه؟ الطبيب يقف مكتوب في الأيدي
أطلع المعوشي أبو عبد سليم نفسه سليم أبتقول عنه مات ما مات بعد ما بيموت بتطلع روحه يبقى الزمن في الحالة الجسدية الكاملة وقد فاضت روحه كم زمن. أعطيكم مثل الخروف تذبحه راح خروف تذبحه بتقطع الوداجين بس بيمشي بيروح على الباكية تبعه هذا ما حس بضرب السكين ولا عاد يشعر حتى يفرغ دمه متى فضي دمه ما عاد في حين بتعيش في الأرض مرة ذبحوا جمل فزهج تم ماشي 20 كيلومتر بعدين وقع بالأرض ما حسوا يحملوه سلخوه بأرضه قطعوا شاب شاب حملوه جابوه عدم الإحساس والإحساس أسبابه الآن ليس طبيبي يعلم هذه الحالة ما هي أسبابها هذا العلم مكتوم عن البشر ولكن الله سبحانه وتعالى يرينا ما نجهل ليعلمنا أن العلم منه وليس منا العلم من عنده وليس مننا وهو يأتي به ظاهرا ومختفي قال كن مقيما في مكان لا ترى فيه كن مقيما في قلوب الأولياء واتركي الإنكار كلا والعناء واتركي الأفكار كلا والعناء إذا كنت أنت قاعد متخبي أنت بتعرف حالك وين قاعد يلي أنت بقلبه بيعرف أنه أنت قاعد جوا بيعرف لا أنت بتعرف ولا هو بيعرف وين أنت موجود قد كن قاعد عن الناس لكن مخك عم يشتغل بالمحل أنا طلعت من المحل ما بعرف حالي أفلت ولا ما أفلت شلون بدي أتأكد أني أنا أفلت المحل أو ما أفلت المحل وأنا قاعد بالسهرة مع الناس قاعد مع الناس لكن مخك وين محل سكرته ولا ما سكرته أنا قلت له الرصان يا إفل أفل الإفل لما ما أفله يلي أنت عم تشتغل فيه في حدا من البشر شاعر فيك فإذا أنت كنت مشتغل بأهوائك وقاعد مع البشر
حدا بشعر فيك؟ إذا كنت مشتغل في الدار الآخرة وتترقب الدار الآخرة متى سنأتي إليها ومتى نراها ومتى ترانا، هل يشعر بك أحد؟ إذن لست أنت أنت. أنت أحيانا بتكون أربع أشخاص، مخك عم يشتغل بالمحل، مرتك دعت لك تليفون مريضة، بتحس بالطلق، بدها مين أخذها على المستشفى، اتصلت بالدكتورة قالت لها تعي على المستشفى، أعلمتك أنت قاعد مع الناس، دخلت في حيرة، لعلي مع الناس، تفكيرك بالمحل وتفكيرك بالمرض على التليفون، وتقعد في حيرة لا تدري ماذا تفعل، مع مين بدك تحكي؟ بك يا ريت يجي أخوه هلا لأعطيه السيارة خليه هو يروح يدبرها، يا ريت يجي ابنها. أنت عم تفكر مين شاعر فيك؟ فإذا كنت أنت تسبح في المعصية من الذي يشعر بك؟ وإذا كنت تشعر بقربة إلى الله عز وجل من الذي يشعر بك؟ ما في حدا. فالقضية التي تتعلق بك لا يعلمها غيرك. من أعلمك إياها؟ الذي أعلمك وأعطاك المادة العلمية وحطها بمخيلتك، هل هو عالم بها؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى هو المحيي وهو المميت، لماذا لا يعلمنا عن الحياة والممات؟ لو أجاب لكم واحد منكم جاء خبر قديش اليوم الشهر 11 ولا 12 15، أنا اليوم صار 15، مرة نص الشهر ما حسيت على حالي أنا. يا شيخ زاهر بسبعة الشهر القادم حضر حالك، أنت رايح على الآخرة، عادي يعرف ياكل، عادي يعرف يشرب، عادي يعرف ينام. إذا حسيت بشوية حرارة ولقيت راسك شوية ما تعرف تصرف. فكتم عنك كل هذه العلوم وادخرها لذاته وتركها لك مفاجأة. أعين أبيحكي حديث أنا وجماعة، أنا واحد قاعد جنبي واحد قاعد اتجاهي عم بيحكي معه بالحديث طبيعي، يعني تذكرة في الدار الآخرة وأن الإنسان ليس له قرار في هذه الحياة. ما عندي خبر شيء، صرخت صوت بس صوت مرعب، متكت الشخص اللي جنبي فقدت الوعي نهائيا. باعتباري انا فقدت الوعي ما حددت الساعه قديش، يلي قاعدين حددوا الساعه. بعد سبع دقائق ثمان دقائق
بدأت أنا أصحى، شفت حالي وين قاعد، شفت مين الزلمه اللي قاعدين، أنا بعرف شو الأعراض، الأعراض اللي إجت شو اسمها أنا بعرف. نحن بدنا قبل كل شيء طبيب قلبية. إجا طبيب القلبية جايب معه جهاز، قال لي هلا طالما صحيح أنت ما عاد في شيء، خذ هالجهاز حطه بجيبتك وله طابات. حط لي طابات وقال لي هذا بدنا نتركه أسبوع، وبعد أسبوع نجي بناخده. قال لي بس بالأسبوع ممنوع تروح الحمام، إن تعمل حمام ممنوع. أمرنا لله بنهاية الأسبوع إجا أبي أخذ الجهاز، إيه تفضل، أخذ الجهاز وراح. ليش حطوا ليش عمو ما بعرف، شو وظيفة الجهاز ما بعرف أنا. قال أخذ وحطه على الكمبيوتر، رجع لعندي ثاني يوم قال لي صار معك شيء، أنت حاطط الجهاز تنعديت سبع جلطات. قال لي والجهاز عم بيقول في سبع جلطات. مو جلطة بالقلب؟ ها؟ لا، جلطة بالدماغ. قال لي لكن الله حماك وحفظك. خير إن شاء الله. والله أنا عايش بحفظ الله، ما عندي شيء. هدول دكتور بيعرف. بيطلعوا ما يعملوا شلل، إما أن يكون شلل كلي الشق الأيمن أو الأيسر، أو أن يكون شلل جزئي بياخذك فقط النطق النظر. فالطبيب شافني ما عم بحكي، عم بحكيني، عم استوعب، فقال لي انت فيك عنايه الهيه، اذا شغله بيده شو دخلني، اذا شغله بيده شو دخلني انا. لكن قبل الحادثه بنصف دقيقه عندي علم انا شيء، قبل بساعه عندي علم شيء، قبل بايام عندي علم شيء. بغتي مفاجأة اجعت وراحت. ولو أراد فعل ما يريد، ولكن هذا الذي أراد. قال أنت عبدينك، هلا ما بدنا ناخذك حتى الله يبعث لنا بديل. وما أدري، ومن منا يدري، كن مقيما في قلوب الأولياء واترك الأفكار كلا والعناء. إمتى أنا بطيب من مرضي؟ شو بدك بالشغلة؟ وظيفتك؟ اركز لي ما عاد حملوني. رحت للطبيب الأعصاب، رجلي ما عم يحملوني. ما قلت له رجلي، قلت له ظهري، وعامل لي عمليتين بظهري. قال لي إلك ما بعطيك دواء. قلت له دكتور آسيا هي؟ قال لي ما بعطيك دواء، انت الك وضع خاص، دواء ما في. مؤاسية؟ قلت له الحل
قال لي انت عم تشكي ظهرك، ليش ركبك عم تحملك؟ قلت والله ركبي ما عم يحملوني، مرات برفع رجل لا اقعد بالسياره بتقوم الرجل الثاني بتنحرب لا بشرط في الارض. قال لي دواء ما في، لو غيرك بعمل له راشيته. قال له خذ هاي مسكنات، اما انت المسكن ما بيأثر فيك، خليك عن المسكن تبعك. انا بستعمل ادويه، لكن الدواء الوحيد اللي انا بستعمله يعثر على كثير من الناس. الشيخ انا صلوا 14 سنه متوفي، لكن المربوط ما بنفك الرباط تبعه بالحياه ولا بعد الممات. بعض بذكر الله نصاعي زمان، بقول له يا سيدي انا مالي عرفان شو صاير فيي، انت بتعرف شو صاير فيي، مالي حازم اتحمل. بغض في ما في شيء، وين راحوا؟ شكيت له انا مالي حازم اتحمل الشكوى بالصوره. عم يشكي لي شيخنا انا. اما بالحقيقه الشكوى لمين عم تكون؟ لصاحب الشكوى. بس يوم اثنين ثلاثه خمسه عشره ما في شيء، بعدين بتيجي هجمه. ايه نرجع من يعني. والله مره قلت له إذا أنت بدك يعني بهالحياتي يعني خليني شوية ارتاح، ما عاد أحسن اتحمل. بس زيد ما عاد في شيء، ثاني يوم مريض. لنعلم أن القضية بيده وحده، فإذا كنت مع الله من الذي يستطيع أن يتغلب عليك؟ وإذا خلوت من الله عز وجل من الذي يمدك ويعطيك؟ صبيح هذا؟ نحن الآن بحثنا في كيف نتقي الدجال، كيف الوقاية من الدجال. الدجال عبد مثله، أنا الدجال لا ما عرفته، حدا ممكن عرفه وموجود. أعطيكم صفة إله شيخي، أنت صرت على 60 50 يعني لقيت مكركم حالك ولفيه وجبيه وعبايه وما عاد نحسن نشتغل. تريك هالعلم وتريك هالعلم، روح اشتغل. شو ما اشتغلت تعيش. مين كان عم يحكي معك؟ الدجال. لك يا ابني انت مستعد مثل الفرحه، اول شبابك هلا وقت الصلاه والركوع والسجود، روح فنقر على كيفك وشو ما عملت بكره الله بيغفر لك. هيك بحكي الدجال؟ انا عم بخمص شخصيته هلا بحكي لكم. امك لا ترد عليها، اما خرفانه ما بتفهم شيء، انت اللي استقبت بتعرف، هي لازم تسمع كلمتك مو انت ما كلمتها. بيحكي هيك الدجال، هذول كلماته.
الدجال موجود بيننا. وإذا بدكم لدلكم عليه، حدا له رغبة يتعرف عليه؟ دلوا عليه. الشيخ بشير قد يتعرف عليه. بعد صلاة العشاء بساعتين امشي بالشوارع، بتلاقي شباب واقفين بين السيارات عم يحكوا مع بعضهم. هذول وظيفتهم يشوفوا انو طالب ذكي بالمدرسة يرافقوه حتى يقطعوه عن صلاته وعن دينه وعن عباداته ويساووا من حكايتهم. هذول أعوان الدجال. كان بعصرنا نحن بالماضي واحد عود بالقهوة يجمع الشباب حواليه ويعطيهم درس. إذا بدك تنجح بالحياة يعلموا منين بدك تضرب الضرب هلي تلحز خصمك بالأرض وتهرب. كان هداك الدجال بزمانهم. ابني الراس بما في كيف أطعه أو لا، روح خذ لك نبض أرجيلي وحط لك فيه بذرة، هيك اللغة تبعهم. أنا بعطيك حق النبات، روح. هذا هو الدجال موجود بيننا ونحن لا ندري. نحن منعرف الدجال الذي يظهر علنا، لا، الدجال مخبى بيناتنا موجود ونحن لا ندري. وين الدجال؟ عم ياكل ويشرب ويتجوز وينام. مثله كأي إنسان، لكن لا يعلمه إلا من أراد أن يعلمه. أصحاب العقول ما بتمر عليهم. شيخ زاهر، أنت هلا أول شبابك، روح فكر على كيفك، تعمل لي خطبة ونزل يلي بدك يا ساوي. الله غفور رحيم. وسيدنا محمد بيسمع لنا بكرة، لا تجبجبوا كتير. هيك بيحكي الدجال شيخ محمد. يعني عم باخذ شخصيته أنا هلا، أو ناقل أنا، وناقل الكفر ليس بكافي. كن مقيما. في قلوب الأولياء دور لك على واحد من عباد الله الذي ليس له في هذه الحياة إلا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. متى وجهك للدنيا اطلع له برا مين مكان يكون. متى قال لك اشتغل بالدنيا ودع الاخره اطلع له برا. اما اذا دلك على الاخره وامرك بالدنيا لتعيش، لتكن سعيدا في الدنيا ولم تكن تعيسا، تمسك فيه. أنا وأخي الشيخ رجب رحمة الله عليه فقراء، ما عندنا شيء. ندخل لعند شيخنا دليلين، ما عندنا شيء. ابني لا تخافوا، إذا استمريتوا إلا الله يغنيكم.
إلا أمي بتعطيني ولا أبي بيعطيني، استعادة من أمي بدك تجيني. إجا الشيطان وهدي اسمه الدجال حكى لي هالكلام، لا أمي بتعطيني ولا أبي بيعطيني، استعادة من أمي بتجيني. بقول لعنجر ابني إلا الله يغنيكم، ما عنا شيء، لا اشتغلنا بالتجارة ولا اشتغلنا بالبناء ولا اشتغلنا، منين بدي يعطينا؟ يعني عقليا كلام ما مقبول، إلا الله يغنيكم. لكن وجهنا الله يرضى عنه شيخنا إلى العمل، اشتغلنا بعمل وليس هو عمل. أنا ثواني تاجر، شو بيع وبيشتري؟ بيع كلام وبيشتري كلام، بيشتري كتاب لا يراه كلام، بعض مع الناس بيحكي كلام، فتجارتي بالكلام، بيع كلام واشتري كلام. رأيكم هل أنا يمكن أن أكون ناجح بالتجارة؟ شو بيع الكلام؟ التاجر بيحكي أكثر منك، بيع كلام واشتري كلام، تشتري كلام من الكتاب. مرات كنا حائل كتاب ما فتحوا رزق، نجيبه نقرأ من الجلدة للجلدة، عم نشتري من تاجر، ندخر هالكلام، نقعد بين الناس نحكي كلام. مو هيك وظيفته كان الله يرضى عنه شيخ رجب؟ ما عنا شيء. أول ما بدأ بالعمل بباب سريجي بجامعة الخديجة، أنا إلى الآن بذاكرتي، أنا ما فوت على الجامع، واقف على الشباك اسمع الدرس، خاف إذا فت على الجامع يقول أخي أكبر مني فات اللي تعالى ورم، تم قاعد على الشباك برا واسمع الدرس وهو لا يعلم. وإذا انطلقنا بالأخير ببيع الكلام، أنا وياه من بيع الكلام جانا التوفيق، اشتري بعشرة بيع مليون، بس كن اشتغلنا على الهدى. هو رحمة الله عليه مات غنيا أو فقيرا، وأنا بموت غني. يلي بيتاجر مع الله ممكن يفشل بالحياة، فكانت تجارتنا مع الله عز وجل. أنا عم بحكي لكم ابني لحتى تشوفوا الميزان، واحد بيشتغل مع الله بيفشل؟ ما ممكن. فاشتغلنا نحن اثنين مع الله وما قلنا عمل ثاني. أنا يعني نوعا ما بشتغل، مشيت 30 سنة أخذوني على صائد جن، محرك معي بشتغل، تقولهم تعطوني 25 ورقة لشغله، 25 ورقة بهذاك الزمان، فاوضوني قلت لهم سلام عليكم. بعدين قال لي تعال هي 25 ورقة شغلنا اياها، وقفت عم تفرج على المحرك، محرك زيزين 6 سلندر،
ما بتغير. واحد قال لي ما بدك تفك، قلت له انا ما بفك ولا بركب، اتركوني. تركت المحرك ورحت. اما هي 25 ليره خليهم معك، اشتغل المحرك بتعطوني، ما اشتغل ما بدي اياهم. عندي مشوار بقضي وبرجع. رحت ارجع ما غيرت وتوضيت، صليت ركعتين، قلت له انا جاهل ما بعرف شيء، فانت سلطتن علي، انت دبرون شو دخلني. رجعت لعند المحرك، تعا فكر لي العزقة. العزقة ما بجن، انت فكر لي اياها. قال لي بروح الزيت حط حوض، حط حوض، نزل الزيتات بالحوض، بضي المحرك من الزيت. حركته ما تحرك، املي الاربع عزقات، فك لي هدول، شد لي هدول، طبع، رجع الزيتات، حرك، اشتغل المحرك. يلي عم يفك بيركب ابن المصلحة. قال لك والله ما فهم شيء. قلت له اشتغل ولا ما اشتغل؟ انا شلون اشتغل ما بعرف. اشتغل المحرك واخذ 25 ورقة ومشيت. أربعة من أهل المصلحة عجزوا يشغلوا المحرك، أنا شلون شغل والله ما بعرف. هي وحدة من وحدات، بدنا نساوي فرن بشان نصهر الحديد، نلم الحديد الموجود ندوبه. جابوني شو لازم نساوي بفرن؟ حطيت رأيي أنا وصار فرن يدوب الحديد. اشتغل الفرن، مصادر ظهرت، اختلفوا الشركاء. دقلي لك اجا واحد قال تعالوا لكم اتركوا الكل، مين بده مصاري اعطيها هون. اشترى واشتغل ومشي شغله والبقايا تركوا راحوا. بس انا باخذ مبلغ على ابداء الراي. مين انا؟ انتبهوا، ها، مين انا المدعوك بالحياه؟ بياخذوني من هون على لبنان، الاذاعه كل اهل الخبره بيقولوا شغاله بس ما بشتغل. بروح من هون لبنان بلاش. انا طلبت اذن من وزير من مدير الاوقاف انه طالبيني. قال والله انا حكاني مدير الاوقاف هي اذن روح. رحت فتح جامع، جامع كبير، اشتغلوا الإذاعة، اشتغل الصفير، صوت ما عم بيصل، سكروا، أعطوني متر، الإذاعة ما عم تشتغل، متر شو دخلوا؟ أخذت قياس الحيطان طول وعرض. تجيبوا لي قماش بدي اعمل جدران من جلايل. الحيطان عاملين رخام ناعم، بزحلق الصوت، عم يطالع الصفرة ما عاد يطلع صوت.
جبت جلايل ليش؟ أمو انتو بتجيبوا بتركبوا النجحت باخد اجرتي وبمشي، واذا ما نجحت كل شيء بتحطوه انا بدفعه. نجحت اخذت اجرتي ورجعت. شلون بتضبط؟ ما بعرف شلون. وشلون بيجي الهم اللي هيك ساوي وهيك عمل؟ الفضل الالهي ليس له حدود، وكل انسان اذا صدق مع الله عز وجل يعطيه اكثر من ذلك بكثير وكثير. بس انت تصدق مع الله عز وجل، معنى الصدق مع الله عز وجل اذا اقبلت فلا رجوع الا بالموت. جينا على الجامع صلينا، والله شايف حالي تعبان، بلا صلاة صبح اليوم. ديروا بالكم منين الدجال بيدخل عليكم. والله تعبان اليوم، شايف حالي دايخ، ما لي رايح على الجامع. معناه هو ربح المعركة واصطادك وحطك بالبيت. أنا بعمل درس، وقعت بمرض، ما حسنت أعمل درس، حملوني حطوني على قاطع. أنا مستطع القاطع، عملت الدرس ما ضيعت الدرس. بعد كم يوم بيجيني واحد بيلي أمرضك ليختبرك، بك أنت مريض صوتك مو طالع بتعمل درس، لنعلم أن القضية بيده سبحانه وتعالى. فإذا كنت مقيما في قلوب أوليائه ما ممكن تتخلى عن صلاة الجماعة ولا بحال. لك ما حسن تمشي هلا بتشركل بتاع الأرض، تجي على راسك من شق راسك بتموت. خليني موت في سبيل الله. يلي بيطلع من بيته ليس له إلا صلاة الفجر، فالله بيبعث له ملائكة تحميه ذهابا وإيابا. أنا ساكن بالبحصة بأبا جامع الطاووسية، ممنوع التجول. طلعت من البحصة لجامع أبو النور مشي بالليل، وصليت الفجر ورا الشيخ. قال لي ابني شو جابك؟ قلت له سيدي أنت ناديت اللي إجيت. مرة تانية وقفوني، قال انت ممنوع. بتعرف ان ممنوع شلون طالع؟ قلت والله انا صار بصلي. اخذوني على دائرة الشرطة على اساس ينيمون هنيك. قام طلع واحد ضابط قال لك عمو شو مطالعك؟ قلت له أنا واحد من اثنين، يا بصل على الجامع وبصلي مع الجماعة يا بموت على الطريق. أنا طالع من بيتي بصلي مع الجماعة، ما لي مصلحة. قال لي وين بدك تصلي؟ قلت له بجامع أبو النور العود. طن الجرس قال له حطه بالسيارة واطلع على جامع أبو النور. ممنوع
ممنوع حدا يمشي بالشارع. سيارة لمن وصلتني؟ العبد إذا توجه إلى الله لابد أن يستره، بس تكون أنت طالع بصفاء، ما طالع تعمل اختبار، طالع تعمل تجربة، طالع بصفاء بينك وبينه. لذلك قال كن عاشقا واجلس مع العشاق. كن عاشقا واجلس مع العشاق، لا تقربن من ليس ذا أشواق، لا تقربن من ليس ذا أشواق. انتوا راح تقولوا البيت ناقص، راح اقول لكم وين النقص فيه. هيذا اسم إشارة بمعنى صاحب الأشواق، ما هيك يا محمد؟ ما اسمع شو حكى لي شيخ محمد. لا تقربن من ليس صاحب الأشواق. أنا ما بعرف كثير باللغة العربية، بستنين بأخي شيخ محمد. شيخ محمد ضليع في اللغة العربية، أنا ضعيف على ضعفي. قال واحد شعراته سود، أم طلع شيبة براسه، فالشعرة بتحكي. يعني في مين يسمع الشعرة شو عم تحكي؟ فقالت له الشعرة على ضعفي استطلت. شبني أنا ضعيفة وحدي، طولت علي. رويلا حتى يأتي الجيش من خلفي، هجم الجيش بعدين صار رأسه كله أبيض. حدا منكم صار معه شيء؟ يعني بدأ البياض عندك، جارك صار بياض أكثر. فحضروا حالكم، الدار الآخرة تنتظرنا. منعيش فيها الدنيا نحن 70 80 90 100 سنة، في أكثر من 100 سنة. شيخ قاسم صاروا 80 90، بعدين لا تزرع لهذه الدنيا الزائلة ما لا تستحق. بالقبر قديش الواحد بيعود؟ شيخ محمد أنا راح أجيب لكم مثال، وأقرب مثال، سيد الأنبياء وسيد الرسل وسيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، صار له 1400 سنة وشوية في قبره، صح كلامي؟ وهو في قبره حي، حي طري، ما بيتيبس، ويجيب من ناداه. فبكرة كل واحد منكم كم 1000 سنة بتعون هنيك، اعملوا ميزان. الحياة في صلب الرجل 3 أيام، في بطن المرأة 9 أشهر،
في بطن الأرض في ظاهر الأرض 90 سنة، في باطن الأرض 900 سنة، ما بنعرف، قد يكون أقل أو أكثر. وكثير من الأموات فتحوا عليهم القبور بعد 10 سنين وجدوه كما هو. في هون عنا كرد الأيوبية بيجوا الأتراك من تركيا بيجوا بامبوك بالتركية لمادة رجله مشان يزوروا مقام بامبوك. يروى انه دخل عليه بعض اللصوص فرفزوا برجله سمت رجله برات القبر الى هذه الساعة موجودة رجله برات القبر، لكن جسمه كله ما حد بيعرف شيء. عند ربك في خوارق العادات، ومن خوارق العادات عند حضرة الله عز وجل أن جعلنا في زمن كثرت فيه الفتن. في أعظم من الفتن التي نراها اليوم نحن في كثرت فيه الفتن، فالدولاب رح يقلبها، إما تعود لأسوأ وإما تعود لأحسن، هذا بيعرفه علم الله عز وجل. ومن الفتن فتنة الدجال، رح أجيب لكم الدجال لوين. مين منكم عم يفوت الدجال على بيته؟ كلكم؟ إذا بدك تعرف الدجال وين، أولادك الشباب والبنات تاح عليهم الغرفة بعد 12 بالليل، بعد 12 بالليل بتلاقيهم فاتحين الموبايل وعم يحكوا. هي ملاقي الحالة صديق واخوها ملاقي لحاله صديقة وعايشين مع بعضهم، بدهم يتجوزوا بعضهم عن طريق الموبايل. وانت نايم انت ومرتك ما شايف شو صاير جوا، أليس هذا دجال؟ لا تظن الدجال واحد أعور بس هذا هو دجال، لا، الدجالين حط لكم رمز الأعور الدجال. مين الأعور؟ أنا. إذا سلك الطريق لا يرضي الله، معنى أنا شايف قدامي ما أعور، إذا أعرضت عن طريق الله أنا شايف ولا أعور؟ إذا ما أظن الأمر راح تعينه، لا، عيونه التنتين موجودين لكن لا يعي الحقيقة. قلت لكم إذا بدكم بالليل امشوا بين السيارات بتلاقوا شباب 7 8 شلة مع بعضهم سهرانين على الواقف بين السيارات تحت المطر تحت التلج، هدول جماعة الأعور الدجال. فالأعور الدجال صار بيناتكم، عرفتوا مين؟ ديروا بالكم، كل واحد منكم يدير باله على بيته، لا تقول يصبلوه. انت مسؤول بين يدي الله عن زوجتك واولادك وعن حياتهم، مسؤول انت بين يدي الله، راقب وتفرج. وانا بنصح، سبق نصحت بعض العوائل، ما بتناموا لتجيبوا لي الموبايلات لعندي،
تحت الموبايلات مخدة ونام عليهم. البنات والشباب ما واحد بيفوت على الفرشة بإيده موبايل، ومتى فات بإيده موبايل راحت معه للصبح هو قاعد، قوم على صار الصبح، ايه بابا انا لاحقك على الجامعة، بيروح ابوه على صار الصبح بيطلعوا بينام. لذلك ديروا بالكم من الدجال فيما بينكم وببيتكم ومالكم شاعرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ردوا معه، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة، وأوصل ثوابها إلى حضر النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم صدقة من جنابه الكريم إلى من كانت في سببهم ومن أجلهم وعلى نيتهم، رحمهم الله، آنسهم الله، عوضهم الله الجنة. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز اللهم عن سيئاتهم، ولقهم الأمن من عذابك حتى يلقونك آمنين مطمئنين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. عزي إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب، ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي، وكلام نبي فوزي ورشادي.